كريم متابعينا الكرام، هكذا ينطلق شوط الختام، اختتام هذه الأمسية الجميلة الرائعة التي تزينت بألوان هذه الشعارات التي أتت للمشاركة من كل ميادين دول مجلس التعاون. شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، ويحمل أيضا الأفكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة وأسير إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى مقدمة الشوط هنا مع هذه الاندفاع المميزة والتحدي الكبير الذي يحمل هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة في تحديات هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. جميل هنا أسير مع المركز الأول ومع الصدارة ومع مقدمة الشوط، هنا أبحث عن المركز الأول لأجد الأداء المميز والتحدي المثير في تحديات هذا الشوط وفي هذا الأداء المميز. هنا على الصدارة وعلى المقدمة زحل تاتي على المركز الأول. مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يفتتح المركز الأول ويتقدم، بينما المركز الثاني هذه القادمة والمتحركة في هذا المستوى الجميل وصلت هتون قادمة في هذه اللحظات، يقدمها علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهرية، يتقدم بأداء كبير. راشد العمري يتابع بالعين المجردة، ياخذ نظرة على الشعارات الآتية من المناطق الخلفية. نتمنى التوفيق للجميع. انتقل الى المركز الثالث وهنا ضارية القادمة لراشد بن شليويح بن محمد بن غفان الجابري، يتحرك مع ضارية وتاتي ضارية باحثة عن نقطة مميزة. من تدخل، من وصل، من شق الصفوف، من بدأ ياتي بالأداء. هذه هي شديدة. سالم بن العود بن سعيد العامري. انتقل الى المركز السادس وهنا الضبية، هنا القادمة الضبية محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي، يتحرك مع الضبية ويتقدم على المستوى السادس في هذه اللحظات. هنا مع هذا الاندفاع المركز السابع رهان تأتي لجاسم بن سيف بن طوق، هنا القادم مع اندفاعة هذا الشعار رهان، والكل يتقدم، الكل يسير. وصلت ايضا مهابة مبارك يقدمها لنا مبارك بن علي بن مسلم المنصوري، يتحرك بمهابة. وصلت العبية لخليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشية، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى اندفاعة هذا الأداء الجميل في تحديات هذا الشوط في هذه المعركة التي بدأت مبكرا. لكني أعود إلى زحل، إلى بن مفتاح، إلى بن مفتاح، باحث عن النجاح، باحثا عن الفلاح، باحثا عن الاجتياح. هذا بن مفتاح يقدم زحل. مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي في معركة من معارك اللقاية، في معركة من معارك ميدان التلة. أتقدم، أتحرك على المركز الثاني، ضارية لراشد بن شليويح بن محمد بن غفان الجابري بن حمود بشعاره الاقتصادية، يتقدم
هنا مع هتون القادمة لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهرية على المركز الثالث والرابع الرابع الرابع. وصلت شديدة في يوم الشدة في مركز الشدة، بل مركز يوتر الأعصاب يلخبط بالأوراق. وصلت هنا شديدة لسالم بن العود بن سعيد العامري ياتي على المركز الرابع. ياهو شوط ياهو شوط، هذا شوط الختام، لكن شوط رئيسي، لكن الشوط الأول يحمل أسماء ثقيلة، شعارات شهيرة، أسماء خطيرة. أتحول إلى المركز الخامس، أجد هنا القدوم من مهابة. أيتها المهابة تقدمي وتحركي، يقدمها مبارك بن علي بن مسلم المنصوري. وما خلف الخمسة وما خلف الخمسة، أجد قية لمعنس بن حربي بن سالم العامري ياتي مع قية وشلة الغية بن منانة قادم المتحدي. بدا ينطلق راعي هنا، وصل بن درية، وصل بن درية يقدم لنا اسما جديد هنا مع اندفاعته مع شجعه. هنا احمد بن محمد، هنا بن غنام، وهذه اجواء منصور بن سيف بن علي بن درية. ولكن اللي ياتنا من حيث لا نعلم، وصلت ازعاج علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي. هنا يتقدم هنا مع هذا الاندفاع الجميل، هنا مع هذا الاندفاع المميز بن حمودة بن حمودة بن مفتاح بن حبروت القادم. ايضا طيارة بالخيار الشامسي احمد بن علي بن بالخيار الشامسي، لكن بن مفتاح وبن حمودة بن حمودة بن مفتاح بالحزم قادم. المعركة الأخيرة، المعركة الخطيرة، المعركة المثيرة ما بين بن حمودة بن حمودة بن حمودة وعودة حميدة. يا بن حمودة تهانينا والناموس لمالك هتون علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الفوز والانتصار الكبير. سلام 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 على هذا الأداء الجميل. شكرا راشد العمري على الإبداع. المركز الثاني كانت بالمركز الثاني زحل مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز الثالث كانت مع المركز الثالث هي أيضا شعالة لمحمد الحزمي وقناص العامري. المركز الرابع هناك مع المركز الرابع هنا الضبي مطر بن محمد بن درحيل العامري. المركز الخامس كانت مع المركز الخامس هيبة لسيب بن علي بن عزيز الشريفي. إذا نعود بالتوقيت الزمني 7:38 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الفوز والانتصار الجميل. هناك هي من فازت بناموسية هذا الشوط مع انتزاعها لهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. هذه هي ايضا هتون لعلي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثاني 7:39 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس ايضا لابن مفتاح مع زحل مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. المركز الثالث كانت ايضا بهذا الاداء 7:29 و أو 39 ثانية 7:39 جزءا واحدا من الثانية اللي وصلت على المركز الثالث شعالة لمحمد الحزمي بقناص العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. درع الوطن يدل وعجد
ولا نخشى إلا خالق. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام أشواط هذا المساء الثلاثاء الثالث من شهر يناير لعام 2023 للميلاد، مساء مميز برموز اللقاية. هنا انطلقنا مع 14 شوطا في منافسات هذا المساء.